معتز وابطال انصار السنه وابطال كتائب الجهاد بحصار حاجز حاجز المزرعه بين المزاريب واليادوده. ومن نتائج هذا الحصار انشقاق 3 عساكر من هذا الحاجز. نتعرف على العساكر الذين انشقوا التو. مجند صلاح نياد الصالح من حلب. المجند علي السيد احمد من حلب. المجند محمود هشام من رقه. 3 عساكر انشقوا حتى الآن، هذا من نتيجة حصار 3 أيام على حاجز المزرعة. لقاء مع أحد القادة الميدانيين المشرف على هذا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. توم بعون الله وفضله بعد محاصرة حاجز الأبقار انشقاق 3 عساكر من هذا الحاجز، ونحن نقول لباقي العساكر عليكم بالانشقاق وانشقوا عليكم الأمان. 3 أيام انشقوا، من ينشق عليه الأمان بإذن الله ورسوله، فأنتم أخوتنا، أخوة لنا، فلا توجهوا بنادقكم علينا، فانشقوا عليكم الأمان، فأنتم أخوتنا، والصلاة والسلام على رسول الله. تكبير الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سيدنا محمد قائدنا للأبد، سيدنا محمد قائدنا للأبد، سيدنا محمد قائدنا للأبد، سيدنا محمد. رسالة إلى العساكر والجنود الذين لا زالوا مع النظام الأسدي، ننصحكم بالانشقاق والانضمام إلى أخوتنا في الجيش الحر. هؤلاء الجنود في رحاب الجيش الحر، انظروا أجمل معاملة، أحسن معاملة، سوف نؤمنهم إلى أهاليهم إن شاء الله. إن رغبوا الانضمام إلى الجيش الحر سنؤمنهم، إذا أحبوا العودة إلى بلادهم سوف يعودون إن شاء الله. إن شاء الله. كان معكم أبو أسامة من أمام حاجز المزرعة.